ايه الاخبار يا ناس؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو النهارده. مقفل اسم منبه التيشيرت الاسود اللي تعب معايا النهارده. تقريبا الياقه كانت بادئه كده وبقت كده خالص، بس المهم يعني نفس التيشيرت الاسود. يعني انا هنلعب جاي ستيشن سيميليتر تاني، فخلوني اجيب اللعبه وخلوني اجيب المنبه عشان نستعد للاكشن بتاع اللعبه الرهيبه دي. تايمر ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا. ماشي دلوقتي. هو زي ما قلنا، اللي مش فاكر ايه اللي كان بيحصل، احنا بنحاول ان احنا نطور المكان على قد ما نقدر واحنا بنخلص الاوبجكتيف، لان احنا قلنا ايه لازمتها ان احنا ما نخلصش اوبجكت، ان احنا قصدي ما نعملش ابجريدز واحنا بنعمل اوبجكتيفز. فانا عايز اجيب حمام جديد ماشي في اللعبه. معانا 666. ايه رقم الشيطان ده؟ معانا 666 دولار. فالاول خلينا بس نساعد الزبون ده. على فكره احنا قربنا اصلا نخلص التشالنجز، يعني لو ركزتوا فيها احنا فعلا قربنا جدا جدا جدا. فاضل لنا 11 تيب، فاضل لنا زباين كتير الصراحه نعمل لها حاجات، بس قشطه يعني. فيتشرز اذر ماشي، وهنعمل كده وهنعمل ده اللي هو تويلت ماشي. فكده عندنا بقى اتنين تويلتس اوكي. وفي نفس الوقت هنا خلاص ما ينفعش نشتري ابجريد ثاني هنا غير لما نوصل ليفل 4. وهنا ما ينفعش. ايه ده؟ هو ليه كله مكتوب تحت تويلت؟ عامة يعني هو ما فيش حاجة تانية ممكن نجيبها في الفيتشرز يعني. فدي الفيتشر الوحيدة اللي ممكن نجيبها حاليا. فدلوقتي المفروض يبقى عندنا حمام جديد. انا ما اعرفش ايه الخطوات دي كلها، مين اللي كان داخل جوه، بس قشطة. بس كده الحمام زي الفل المفروض. كاستمر ات جراج من عناية الاثنين. حاضر، تعال نروح الجراج بسرعه نشوف الكاستمر اللي هنا. بسم الله. كاستمر ات فيول كمان اوكي. طيب عايزين نجيب عجل. نسيت، يا رب اكون عايز اصلح حاجه واحده بس. الحمد لله اوكي. لازم نشتري كاوتش، ولازم نشتري اسمه ايه ده، مرايات. بس ده ضروري جدا يعني. انا عايز اقول البت تشتغل. انا لازم اقول البت تشتغل اكشلي. ناس كده، هو انا ينفع اكلمها وانا هنا؟ employee Charlotte start talking task. روح املى عربيات بنزين. بس هي هتروح دلوقتي تتصرف مع الموضوع ده، وانا اشوف محتاجين مني ايه تاني. زيت، الله اكبر اوكي. هات بقى الزيت كده. بيتعمل ازاي بقى؟ هنا. ايه ده بقى؟ انا عايزه بين الاخضر صح؟ بس كده اوكي. الله عليكي اوكي، حلو قوي. عملنا اول بتاعت زيت فقشطه، خلصناها. فماشي تمام. عايزين بقى ايه؟ مرايات. عندنا اربع مرايات بس، او لا عندنا ست تدوها. مرايات مش محتاجين دلوقتي، لسه مش محتاجين دلوقتي. احنا محتاجين كاوتش وبس، مش محتاجين حاجه تاني. فمش هنضيع فلوسنا في حاجات مش عايزينها، فاهمين؟ بما ان البنت دي لسه بتشتغل فانا هساعدها هنا. مع ان هي المفروض بتاخد فلوس بالساعه، المفروض هي اللي تعمل الشغل، بس قشطه. اكشلي بت، بقول لك ايه؟ امسكي الكاش ريجستر، لحظة التاسك ليست، روحي على هاندل ذا ريجستر ماشي؟ امسكي انت الكاش ريجستر، شوفي انت الزباين دي. طيب خطوة جاية، خطوة جاية، خطوة جاية. تنظيف بس عشان بس الزباين تبقى مبسوطة. نشتري العجل ماشي، ونشتري سناكس. تقريبا هنحتاج نشتري سناكس تقريبا تقريبا. اوكي لحظة كده. دليفري كارت بورتس تايرز. هنشتري المره دي 6. 1 2 3 4 5 6. 300 دولار بس قشطه يعني. 350 دولار تقريبا حاجه كده يعني. وبعدين دليفري تاني برودكتس. والمره دي بقى عايزين نجيب سناكس صح. هو احنا ناقصنا ايه؟ في اخضر اخضر ازرق ازرق اخضر اخضر ازرق ازرق. تقريبا مفيش فشار، تقريبا مفيش فشار. عايزين نجيب فشار. هات فشار ماشي اهو. طلبنا شويه فشار جميل اوكي، حلو قوي. دلوقتي بفكر نكمل الاوت دور ديكوريشنز اللي كنا بنعملها، ولا فاكس؟ لا فاكس دلوقتي، مش محتاجين اوت دور ديكوريشنز دلوقتي. المكان شكله حلو بما يكفي يعني. نضف لي دي. في خطوات رجلي ثانيه هنا ولا هنا؟ اهي كاستمر ات جراج وكاستمر ات فيول. في لحظه معرفش الحاجات دي بتروح فين والله. اوكي كاستمر ات فيول باي. فاضل لنا 10 تيبس بس، و61 كاستمر عاديين، ومش واخد بقى يعني حبه صغيرين كده فيول. اوكي هو انا عارف انت محتاج مساعده، بس انا محتاجك تصبر سيكه بس. يا رب ما يمشيش عشان الحاجات مش ما عنديش، انا ما عنديش عجل وهما بيطلبوا عجل. فنستنى الراجل ده يوصل لنا حاجات.
بسرعه بس يا كابتن، انجز كده في السريع. ماشي، وغرفه داهيه. يلا يلا باي. اتحسبت ولا ايه؟ اتحسبت. يلا يلا بينا. دالل دو دالل دو. يلا بينا بسرعه بس. فيه واحد تاني واصل. الكاستمر اللي في الجراج ده هيزعل. احنا قربنا نوصل ليفل 5 على فكره. يلا يا ابني خش 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 بسرعه. مش كان احنا فعلا لازم نعمل الحاجات دي؟ اوكي بص بقى، بصراحه انا هقفل عليه واروح للجراج وبعد كده بنرجع نفتح له. ليه؟ عشان انا بصراحه مش يعني هو بالنسبه لي هو مش مهم، الراجل ده مش مهم، مش هيكلفني فلوس، ده اللي هيكلفني فلوس، فانا مش عايز اتاخر عليه. يلا استنى بقى كده. بليس اول. خمس عجلات حلوين اهم. يلا بينا. عايز ايه؟ شفتوا عايز عجلتين اصلا، يعني حاجه اللي هو ايه يعني، كويس انا عملت كده. ماشي نعمل كده. اللعبه دي ممتعه قوي والله العظيم. انا انتوا متخيلين كل الفيديوهات اللي فاتت نفس القعده دي؟ الحلقه رقم 8 اللي سجلها النهارده تقريبا، ف 8 في 2 يعني، عشان تعرف بس انا بقالي قد ايه بسجل. يعني لو كل فيديو تلت ساعه على الاقل، اضرب 8 في 20 عشان تعرف كام دقيقه بسجل انا. بس ماشي تمام. وبعد كده ناقص لك ايه؟ مرايه. حاضر مرايه. خلاص خلاص اوكي. نفتح بقى للراجل الغلبان اللي هنا، وفي اتنين عايزين يملوا بنزين. حاضر. انا حاولت اشتري تريلر قبل كده من شويه، تاني تريلر تاني لل يا عم عادي بقى. حاولت اشتري تريلر تاني لاجيب موظف جديد. اكتشفت ان انا لازم اعمل ابجريد الاول، يعني لازم اعمل ابجريد الاول للجراج او للمكان كله عشان اعرف اشتري تاني. بس فدي مشكله كبيره طبعا. عامه بقول لك ايه، بقول لك ايه، اف بيمنت لحظه، الاول تاسك go to break، بعد كده لحظه اف بيمنت استعلها بس كده. روح ارتاح انت على ما اجي لك. ليه بقى خليتها ترتاح؟ عشان ملاحظ ان في عربيات كتيره جليتشت، فعايز اقفل المكان، اعمل ريستارت وبعد كده اعيد مكان تاني، او مش لازم اقفل المكان اصلا. فيول از لو اصلا، فخلونا اول نعمل الكاستمرز الاثنين دول. هي تبقى حلوه لو يدونا الاختيار اللي هو ايه الحاجه يا جماعه اللي بايظه اللي عايز تشيلها، فاهمين؟ يلا 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 يلا. في عربيه ثانيه جايه. اصل بصوا يا جماعه المنظر ده، المنظر ده متعب بجد يعني. كل دي جليتشات، كل دول كانوا ممكن يكونوا كاستمرز اخلص منهم، فاهمين؟ يعني البيت بتاخد فلوس بالساعه والكاستمرز مش عارفه تروح لها اساسا، فالموضوع متعب يعني. كانت هتقع. احنا محتاجين التبس. ماشي حلو حلو. في كاستمر كان جاي، راح فين؟ ما تقوليش رايح على الجراج. رايح على الجراج صح؟ رايح على الجراج. عايزين نطلب بنزين اصلا يعني. طب تعالى نطلب بنزين الاول عشان يجي على ما، ولا خليه بعد ما اعمل ريسيت. خليه بعد ما اعمل ريسيت. مش عايز ايه بسرعه. اللعبه دي فظيعه والله العظيم فظيعه، مستمتع جدا. انا بقول لكم تقريبا الشهر ده هيبقى كله اللعبه دي، بس اعتقد ان محدش هيشتكي يعني من ده. ما اظنش ان اصل اللعبه دي مش لعبه مثلا اللي هو شباب او بنات او مش عارف. لا هي دي حاجه من وجهه نظر المتواضع يعني، من سنين وسنين في اليوتيوب، حاجه تبدي الكل من وجهه نظر يعني. ماشي. اوه كويس انا خدت بالي من الحوار ده. اوكي خدتوا بالكم؟ انا لما ما خدتوش بالكم اكيد يعني. لما سبت الماوس هو كمل يملى شويه، فلازم اخلي بالي وانا بملى. كنت اقول ايه؟ انا ملاحظ ان اللعبه دي يعني ممكن ترضي كل الاذواق، لان فيها جرايند، فيها كلام وضحك ومش عارف ايه، فايش طيب. يلا غرفه ده بس. تعالى بقى نطلب بنزين. بص انا هعملها ازاي. اوردر ديليفري فيول سبلاي 100 اوردر تمام. بعد كده نيجي كده قبل ما اي عربيه تيجي نعمل ريست بسرعه. يلا بينا، لان احنا لو عملنا ريست وهو بيعمل ديليفري فعادي يعني. معلش يا كابتن هتيجي بعدين، هتيجي بعدين معلش سوري يعني. يا رب تظبط. بس متعبه اللعبه، متعبه. العربيه الحمراء اللي اتشفطت دلوقتي دي هي عربيه البنزين اساسا. ماشي ففيول از لو، بس هنتصرف فيه دلوقتي. المكان جميل جدا 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 جدا، عجبني. ما بقاش يتوسخ الدهان. ها
المكان ده لونه عاجبني اكتر من المكان ده. يعني انا يعني لو ما كنتش مستعجل ان انا او ما كنتش عايز اضيع وقتي كنت ممكن اعمل البتاعه دي. هي ايه الحته دي يا جماعه؟ ده انا اول مره هنا يو اف او. ايه ده؟ ايه ده؟ شكلنا هنجيب حاجات بعدين جامده على فكره. ايه ده؟ ايه ده؟ الو؟ ده جولف؟ ده جولف؟ وات؟ ده ميني جولف يا اخوانا؟ ايه ده؟ ده كيوت قوي. استفدت منه حاجه ولا ايه؟ مش فاهم والله. يعني في حاجات ممكن نستكشفها بس انا عايز اركز الصراحه في اللعبه نفسها. هي الاوضه دي؟ اه ده الوير هاوس. اوكي. هو ليه في عربيتين جايين يا جماعه؟ ايه ده؟ عربية تانية دي برضه عربية بنزين على فكرة. الو؟ في عربية بنزين مشيت. معرفش ده جلتش ولا ايه بس في عربية بنزين راحت يعني. طب احنا مش احنا فاتحين المكان ولا ايه؟ هو اوبن. فين الزباين؟ زعل ولا ايه؟ هو زي تخيل انت كل ما تروح عند واحد يروح عربية او يعني بتاع فضائية تيجي تاخدك يعني. طيب عايزين نفكر في بقية الابجريدز. معرفش ايه اللي بيحصل ده. وعايزين نملى الشيبس والحاجات دي. صحيح نسيت. اوكي هنا بليز اول بقى. يا سلام عندنا كميه فشار اقسم بالله حاجه تفرح يعني. بليز اول بس. مشاريب برضو عندنا حاجات كتير مش كل الانواع بس عندنا حاجات كتير. ما اعرفش ده ايه اللي حصل ده بس قشطه. تعال نطلب بتوع التنظيف. جاربج كولكشن اوردر عشان بس ايه نخلص من الحاجات دي كلها. بص في كام كيس ما كنتش بخلص منهم خالص يعني. المفروض في جوه هنا حاجات على الارض. هات ده والمولي هنا بس كده. شكله رايح الجراج ده اصلا. ماشي لغايه دلوقتي وير جود وير كول. الدنيا حلوه جميله الدنيا زي الفل. فقشطه. خش 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 هات فلوس خش. ماشي ثلاث عجلات أربعة أويل ست عربي اسمه ايه ده. ومحتاجين مرايات بقى عشان كده ايه هنبدأ نخش مرحلة الخطر في المرايات. ماشي يلا يا استاذ. عايز ايه؟ عايز ايه؟ عجلة بس تقريبا. بس تقريبا لو كده يبقى كويس قوي. لو كده يبقى كويس قوي قوي قوي. جميل قوي. شكرا ليك والله العظيم. شكرا ليك جدا. بتاع الجربش جمل لسه ما جوش. اوكي في الطريق اهو. طيب قبل ما اروح للراجل ده بس الاول خلينا نروح لبتاع البنزين. ريل ماني از هير والله العظيم. اقسم بالله لولا انك زبون بترمي على الارض قدامي ده انت مش محترم. اما بداوا يشتروا الايس كريم على طول. ها يعني دي جايبه 3 ايس كريم. الو 4 5 دول رايحين اسكندريه دول تقريبا عارفين. ايه ده وراح فين الراجل التاني؟ هو دخل رمى عندي ومشي تقريبا. راح الحمام تقريبا. كلب والله كلب. كاستمر ات فيول. حاضر حاضر. شكرا يا استاذ عامل النظافه. شكرا ليك والله العظيم. مقدرك جدا مقدرك جدا جدا يعني. خش هنا بقى. هوب باي. ماشي تعال نشوف بقى ممكن نعمل ايه تاني. خلاص احنا ما ينفعش. اوه احنا ممكن نابجريد تاني في الجراج والبتاع والوير هاوس. ها الورك شوب ممكن نعمل فيه حاجات زياده كمان ب 600 نزودها. تولز مفيش تولز جديده. فيتشرز مفيش حاجه. ممكن برضو نبيع حاجات جديده. ممكن نبيع حاجات كار كير مثلا. كار كير برودكتس. اشتريت والله برودكتس كار كير. ممكن نجيب الحاجات دي كلها يا جماعه. تعالوا نشتري ونبيع حاجات جديدة بقى. تعالوا بقى نبيع حاجات جديدة بقى. استنى بقى استنى بقى. هو انا معايا كام؟ هو انا معايا 3 ايس كريم جديدة؟ هو انا معايا 3 ايس كريم؟ او ماي جاد. دي بقى حاجة تزعلني. 3 ايس كريم كانت غالية وواضح ان انا اشتريت 2 بالغلط. ماشي
خليها هنا وخلاص. اوكي تعالى على الكاستمرز. ايه الزعل ده بقى يا عم بقى؟ على الاقل هنبيع منتجات جديده وكده كده اكيد هنحتاج تلاجة تانية يعني، بس ما كانش دلوقتي يعني، هي مش رخيصه. عدي يا اسطى، استنى يا جماعه ريفيول الناس دي. فاضل 3 عربيات نعملها ريفيولنج عشان نخلص التشالنج. احنا عايزين نبيع كل انواع المنتجات، هي دي الفكره بالنسبه لي يعني. في كاستمر في الجراج، اكلم البنت اقول لها تساعده. احنا ما اشتريناش مرايات، احنا ما اشتريناش مرايات. ديليفري كار بورتس ميررز 1 2 3 4 هي غاليه دلوقتي، وعجلتين. معانا فلوس؟ فانز الفانز الفانز الفانز. اوكي قال المرايه وقال العجله وقال المرايه كمان. هنعمل اوردر كده وخلاص لغايه ما نتصرف بقى في حاجات تانية. شكرا ليك. بت 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 امبلوي ستارت توكينج تراك ليست ريبير كارز بسرعه. يلا روح صلح العربيه. هي البنت بقى تصلح العربيه واحنا نتصرف في بقيه الحاجات التانيه. هو تقريبا تصليح العربيات اكتر حاجه بتاخد مننا وقت صح؟ تقريبا. يلا بس نروح للراجل ده نفتح له عشان السبلايزر معايا. اللزقه اللي انا حاططها على رقبتي دي مريحه بشكل والله العظيم. ماشي عدي. منتجات جديده جميله دي. ماشي ده دي حلقه منتجات الاهتمام بالسيارات تقريبا يعني، تقريبا يعني 315. صلحت. اوكي خلاص ماشي خلاص. يلا امشي امشي بسرعه بس عشان ايه في حد عند الكاش ريجستر انا سايبه بقالي شويه. فغرفه داهيه بقى تعرفناش. يلا يا ابني ماشي. خضتني يخرب بيتك. ليه انا طالب منك انت كمان؟ اوكي افتكرت. خش 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 وهرجع لك. ها خلي بالك مكان بس. ده القرف ده ايه ده؟ اوكي الراجل عند كاش ريجستر ده، انا اسف جدا اتاخرت عليك. مفيش غيري انا وموظفه تانية متخلفه كده ما بتعرفش شغلها، فانا اسف. ماشي شكرا ليك. حط لي من هنا خمسة 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 مكان خمسات كمان. بقول لك يحط قول 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 بس. الرفوف الكبيرة دي جامدة جدا، تشتري زي ما انت عايز وتحط الحاجات زي ما انت عايز. كناش هناخد التيب بتاعتنا. اوكي كاستمرز ات فيول فول تراش. اوكي لازم نشيل الزباله. فيول ستاتس لو. طيب محتاجين بنزين. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ في حاجه. عشان التراش عشان التراش عشان التراش اظن عشان التراش. هات 200 لتر عشان ما يبقاش محتاجين بنزين كتير. هات ده كاستمر ات جراج. حاضر. هو ده خلصناه صح ولا لسه؟ لسه ولا مشي؟ مشي صح؟ ده بتاع الدليفري مشي يا جماعه تقريبا تقريبا والله اعلم. كاستمر الجراج ده هو شغال مع نفسه فمالناش دعوه بيه تقريبا. بتاع الدليفري مشي. المشكله انا محتاج العجل والمرايات. هو ده هيتخصم عليا ولا ايه؟ في حاجة طارت من جوه العربية بتاع نفسها. لا ما اتحسبتش عليا الحمد لله. طب استنى بقى نطلب بقى. ديليفري برودكتس تايرز 1 2 3 4 و 1 2 3 4 5 6 معانا 291 ده ب 600 وشوية. ماشي. انسفيشن فند. انا اصلا معيش غير 200 وشويه. يا لهوي ديليفري جت. ايه ده؟ ايه ده لحظه واحده.
اوكي تعال اخر ثانيه دي. لحظه 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 لحظه، انت فيول؟ ايه ده الراجل جه؟ الو؟ انا مش فاهم، هو جه عادي؟ امال ايه؟ امال مين اللي مشي؟ فول تراش تاني. منبه بيرن. والله العظيم اللعبه دي من كتر ما هي ممتعه ما باخدش بالي من حاجه، اقسم بالله. منبه يرن ازاي؟ انا مش فاهم. ماشي فول تراش. هنعمل كده، هنعمل كده. هات الزباله دي حطها هنا. ماشي، وناخد من الراجل ده الحاجات اللي عنده. كويس والله العظيم ان هي جت. حطها هنا. يا جماعه احنا مش فاضل لنا غير اوبجيكتيف واحد بس، وهو ان احنا ناخد بالنا من الكاستمرز بس، ان احنا نخلص لهم حاجاتهم يعني بس كده. كاستمر اد فيول. حاضر. لا استمتعت الصراحه جدا بالحلقه دي. كان فيها اكشن كتير قوي. امشي يا ابني. فقشطه. وبقى فيها، بقى فيها حاجه جامده جدا اللي هي دي، نظر اللي هي البتاعه دي، دي جامده جدا، دي دي جامده جدا بجد. حتى ممكن اصورها واسيب دي قدامها. بوظتيها صدقي. ماشي نعمل الكاستمر عند فيول ده ونقفل الفيديو عليها. طيب يا جماعه، فده كان الفيديو كمان للعبه جاس ستيشن سيميليتر. اتمنى تكونوا مستمتعين بالطريقه اللي السلسله ماشيه بيها، لان انا بحاول اخليها يعني شبه مش فايتكم حاجه. وكده كده اصلا انا ما اقدرش افوت اي حاجه حتى لو عايز، لان انا ما عنديش وقت اعمل كده. مش عشان بحبكم خالص، لا انا بحبكم جدا وبس كده. هل الست دي اشترت حاجه؟ اوكي ما اشتريتش حاجه، بتنضف بيها عربيه، بس مش مشكله. المهم هقفل الفيديو ده هنا، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله وبس كده. سلام استوي.